رئيسا للمجلس الجهوي المفوضي القضائي لدى محاكم الاستئناف بأكادير قلميم والعيون في هذا العرس الانتخابي الذي احتضنته القاعة الكبرى للاجتماعات بمحكمة الاستئناف بأكادير بحضور جد مهم وقياسي يتجاوز 85% ونسبة مشاركة 85% وبحضور الزملاء بالدوائر الاستئنافية للعيون وقلميم وأكادير. الحمد لله الأجواء مرت في بشكل إيجابي والعملية الانتخابية تمت بشكل ديمقراطي وشفاف وأفرزت لنا مكتبا منتخبا. إن شاء الله سوف نشتغل على مجموعة من الملفات والأوراش التي خاطبنا الجمعية العامة بخصوصها ولنا موعد إن شاء الله في المستقبل القريب لتفعيل هذه البرامج. مهنة تعرف محطة تاريخية مفصلية في إطار الاستحقاقات المهنية وذلك بانتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين على مستوى هذه الدائرة، ونحن نفتخر بهذا المجلس ونفتخر بالسيدات والسادة المفوضين القضائيين الذين حضروا وعملوا على إنجاح هذه المحطة وهذا العرس النضالي الذي من شأنه بطبيعة الحال الدفع بالمؤسسة المهنية إلى الأمام من أجل انتزاع المزيد من المكتسبات وتوحيد الصف والتخليق المهني، وكذلك في إطار الدفاع عن مصالح المفوضات والمفوضين القضائيين بصفة عامة. اليوم تأكد بالملموس أن المفوض القضائي مكون مكونات العدالة، أنه مكون راقي، مكون مؤهل للدفاع عن المهنة وعن المهنيين والمساهمة في استتباب العدل والأمن في هذا الوطن العزيز. يعني انتخاب رئيس المجلس الجهوي لهذه الولاية، الولاية السادسة، مع أعضائه وكذلك لجنة مراقبة المالية. لذلك فنأمل من خلال هذه الانتخابات أن يكون هناك طبعا يعني سنوات القادمة إن شاء الله أن تأتي بالخير الكثير لهذه المهنة، أن تأتي بمستجدات تهم الشأن المهني للمفوض القضائي سواء على المستوى التكويني أو على المستوى الحياة العملية عموما. ونأمل طبعا ذلك في المجلس المنتخب. نحن لدينا كل ثقة في أعضاء المجلس المنتخب برئاسة الرئيس، لنا فيهم يعني كامل ثقة في المضي قدما لتحسين الوضع المهني للمفوض القضائي، للرقي بمهنة المفوض القضائي وتقديم مزيد من التقدم والازدهار في حياة المفوض القضائي. ونقول لهم أننا إن شاء الله.